بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين. أعزائي الطلبة والطالبات، أرحب بكم مجددا في لقائنا في الفصل الثامن والذي يحمل عنوان إدارة المخازن في رحاب جامعة الإسراء ودائرة التعليم الإلكتروني. أولا أبدأ مع حضراتكم في أهداف الفصل، وأهداف الفصل يعني أنا كتبتها وسنتعرض إلى يعني النقاط التفصيلية فيها، ولكن من الأهداف اللي احنا نسعى إلى تحقيقها اللي هو نعرف اللي هو الغرض أو وظيفة التخزين، الغرض من التخزين أو وظيفة التخزين بعض اختصاصات إدارة المخازن، الكشف عن كيفية اختيار موقع المخزن وبعض التفاصيل في الداخل، مناقشة طرق التصنيف والأصناف والترميز، تبعية المخازن. هذه يعني من أهم الأهداف اللي احنا يعني حابين أنه نتعرض لها في خلال هذا الفصل. أولا وظيفة التخزين، أو ممكن إحنا نسميها اللي هو الغرض من التخزين. طيب الآن وظيفة التخزين، أجد أي منظمة مهما كبرت في الحجم، صغرت، كثرت فعالياتها، لا بد أن يكون هناك أنشطة تختص بخزن ما تحتاج من مستلزمات أو من مواد، تمام، بالكميات اللي هي أحضرتها بأنواع مختلفة، تختلف هذه الأنواع بحسب أحجامها وأهمياتها. يعني في النهاية كل منظمة لها أنشطة تتعلق بالتخزين. تخزين إيش؟ المستلزمات اللي بدها إياها والمواد. طيب إذن بدون عملية التخزين أو وظيفة التخزين تتعرقل وتتوقف حركة نشاط المنظمة، أو على الأقل بعض أنشطة المنظمة ستتوقف. لذلك الهدف الأساسي والجوهري لوظيفة التخزين هو تقديم خدمة للنشاط الإنتاجي في المنشآت الصناعية أو الخدمية أو الأجهزة الحكومية أو الأجهزة غير الحكومية وغيرها من المنظمات، فهي تؤثر اللي هو وظيفة التخزين بشكل جوهري ومباشر في العمليات الإنتاجية. ليش؟ لأنها هي التي توفر مستلزمات الإنتاج من خدمات، مواد، قطع شبه مصنعة، قطع غيار، معدات عند حاجة المنظمة أو إدارات المنظمة لها، فهي التي تصرف إدارة المخازن، يعني تصرف الكميات المطلوبة من المخازن اللي هي إيه مسؤولة عن إدارتها. طيب كمان إدارة المخازن تؤثر بشكل كبير في الأنشطة التسويقية. كيف؟ لأن المخازن تقوم باستلام السلع النهائية وبتضلها مخبة ومخزنة عندها لحين ما حدا يطلبها ويعتازها، أي تكون هناك حاجة إليها، فيتم إرسال هذه الكمية من المخزن إلى إيه؟ طبعا الكمية من المخزن كمية من السلع النهائية، تمام، إلى اللي هو الأقسام المسؤولة عن الأنشطة التسويقية أو البيع. طيب الآن ما هي أغراض التخزين؟ ما هي أغراض التخزين؟ أولا التخزين قيمة مضافة لعناصر الإنتاج، قيمة مضافة لعناصر الإنتاج. طيب قيمة مضافة لعناصر الإنتاج، حيث أن التخزين يشمله نشاط اقتصادي بالإضافة إلى أنه كمان هو نشاط إداري. إذن هو نشاط إداري وأيضا نشاط اقتصادي.
كيف يعني اقتصادي؟ لأنه يعمل على تحقيق خدمة، يعمل على تحقيق إيش؟ خدمة، قيمة مضافة. كيف؟ لأنه يحفظ المواد ويحافظ عليها ويصرفها للجهات الطالبة المستفيدة من هذه إيش المواد. معنى كلمة مضافة، قيمة مضافة، هي الفرق بين قيمة السلعة وبين قيمة المواد المشترى، تمام؟ وهذه القيمة المضافة تتم عن طريق الآتي، تتم عن طريق الآتي. أولا يكون هناك قيمة مضافة بزيادة المنفعة الزمنية للمواد، حيث أن المنفعة الزمنية كيف؟ لأنه بتم خزنها واستخدامها عند الحاجة إليها، فتزداد منفعتها وتحقق قيمة أعلى لهذه المواد. إذن القيمة المضافة، تمام، تأتي عبر زيادة المنفعة الزمنية للمواد. طيب وعبر إيش؟ وعبر المحافظة على جودة ما خزننا خلال فترة التخزين، وبالتالي تتحقق المنفعة النوعية للمواد. إذا إدارة المخازن كانت قادرة على أن تحفظ المواد وهي تحفظها وتخزنها، تحافظ على جودتها دون تلف أو دون النقص في مستوى الجودة، إذن هذه قيمة مضافة ومنفعة نوعية للمواد المخزونة. طيب إدارة المخازن أيضا تعمل على إحداث تغيير في مكونات المادة المخزنة أو حتى في شكلها أو حتى أحيانا في رائحتها عندما يكون هذا التغيير مطلوب، مما يجعل قيمة المادة المخزنة أعلى وأفضل في الأسواق. وهذه مثالها موجود، يعني اللي مثلا اللي بيعمل على تعتيق الروائح، يعني عنده يكون رائحة والرائحة المعتقة أفضل فبتخزن لفترة زمنية، تمام، فبيطلع اللي هو بسموها الرائحة المعتقة. إذا لما قعدت الريحة العطر اللي هو مدة معينة في المخازن تغيرت ريحتها إلى الأفضل. كذلك البطاطا مثلا في المزروعة في المنتجات الزراعية أو الموز بيكون مثلا جاي على شكل مثلا أخضر، بيوضع مثلا في المخزن لفترة معينة خلالها بتغير اللي هو بحيث انه بينضج طعم مذاقه، بدل ما يكون انه اعجر بصير مستوي الى اخره. اذا احيانا بيكون خزن المادة مطلوب انك تغير في مكونات هذه المادة المخزونة، فمن اللي بيعمل هيك؟ وجودها في المخازن. طيب كمان تكون هناك قيمة مضافة من خلال إدارة التخزين أو الخزن، عندما إيه؟ إنك إدارة المخزن توفر المواد المخزونة في الأوقات التي تطلب فيها، تمام؟ وهذا يبعد المنظمة طبعاً، مدام أنا عندي المخزون متوفر وأنا إدارة المخازن تستطيع يعني تحافظ على الكميات بخزنها بطريقة صحيحة، إذن لا نتوقع أن يكون هناك خطر توقف العمل أو نقص هذه المواد الذي يسبب اللي هو توقف العمل، لأن المخازن توفر المادة في الأوقات التي نحتاج إليها. طيب أيضا من أغراض التخزين أن التخزين هو خدمة أساسية لمين؟ للإنتاج. أن التخزين إيه؟ يقدم خدمة إيش؟ للإنتاج. إذن أهمية التخزين ترجع إلى الدور الذي تقوم به إدارة المخازن في توفير احتياجات الإنتاج التي كل المنظمة تتوقف عليها، يعني سير العمل في المنظمة توقف على عملية الإنتاج، وعملية الإنتاج هذه محتاجة اللي هو المخازن في أن تمدها بالاحتياجات الإنتاجية اللازمة. إذن يرى الباحثين أنه التخزين ما هو إلا خدمة تقدم لإدارة الإنتاج، تمام، وتساعد في تحقيق نوع من التوازن في تدفق المواد والمستلزمات الأخرى الضرورية التي تضمن استمرار العملية الإنتاجية.
طيب، معدلات استخدام المواد احيانا او غالبا حتى لا تتفق مع معدلات ايه الاستلام للمواد. فالاستخدام يتم، الاستخدام للمواد تمام يتم على ايش؟ سحب دفعات من المخزون، سحب دفعات من المخزون على مدار العام، بينما الحصول على المواد بيتم في وقت قصير. ومن هنا مدام انا الحصول على المواد بيتم في وقت قصير بينما لما استخدمها انا بطول في الاستخدام، بسحب عقدي عقدي اللي يكفيني شويه شويه طول السنه، اذا هنا احنا محتاجين التخزين، لانه انا مش هستخدم المواد اللي انا استلمتها كلها، يعني لن يتم استخدام المواد، كل المواد التي استلمت لن يتم استخدامها مره واحده، انما سنستلم المواد ثم سنستخدم جزء منها، ثم بعد بكره جزء، ثم بعد اسبوع جزء. طب في هذه الفتره الزمنيه وين نودي المواد اللي استلمناها؟ اذا في المخزن، اذا ما تكون في التخزين، اذا من هنا اجى دور التخزين خلال هذه الفتره. طيب كمان من الاغراض التخزين ان التخزين هو الاحتفاظ بالمواد، إذ يعرف البعض من الكتاب نشاط التخزين إيش بعرفه؟ بقول لك هو عملية الاحتفاظ بالمواد لفترة زمنية والمحافظة عليها وتوفيرها حسب الحاجة إليها مع أقل استثمار ممكن وبأقل كلفة ممكنة. لاحظ في التعريف الآتي، أولا هو عملية الاحتفاظ، وهي أنا علمت عليها تحتيها خط احتفاظ بالمواد. ما معنى الاحتفاظ بالمواد؟ هنا بدي أخزن المواد وأحتفظ بها لفترة، لكن الاحتفاظ بالمواد لا يشمل المواد التي تشترى وتستهلك مباشرة، ناخذ بالنا من هذه الملاحظة، لا يشمل المواد التي تشترى وتستهلك مباشرة، لأنه عملية التخزين ترتبط بعامل الزمن. فلما أنا بستهلك مادة مباشرة ما فيش زمن اللي أخزن، اشتريت فاستهلكت خلاص، اذا ما فيش دور هنا ايش للتخزين. اذا عمليه التخزين هي الاحتفاظ بالمواد، بس اي مواد؟ مواد لكن لا تشمل التي المواد التي نشتريها ونستهلكها مباشره. ليه؟ لانه تغيب عنها عامل الزمن، لانه نستهلكتها. طب انا ما دام استهلكتها وين بدي اخزنها؟ ما هي راحت. ثم طلع في التعريف تاني معايا، كان بقول لك والمحافظه عليها، وهي كمان بنحط عليها هايلايت ونحط ايش معنى المحافظة عليها. واضح كلمة المحافظة عليها، المحافظة على المواد بحالتها، بمعنى ان نوفر ظروف تخزين ملائمة وجيدة لحفظ هذه المواد من التلف تمام، ويعني اللي هو ما يعتريها من اي اشياء تقلل من جودتها، ما عدا ناخذ بالنا من كلمه ما عدا بعض المواد المطلوب اصلا تغيير شكلها ولونها كما اوردنا منذ قليل، لما قلنا اللي هو احيانا تضيف قيمه مضافه تمام من خلال تغيير مكونات الماده وشكلها، اذا احيانا مطلوب عندنا تغيير الماده. اذا انت مطالب بالحفاظ على اللي هو ما خزنت من مواد ومستلزمات بحالتها وتوفر الظروف الملائمة التي تحفظ اللي هو الخزن تمام، ما عدا بعض المواد اللي اصلا احنا بدنا نغير شكلها ولونها كما ايه من قليل اوردنا لكم. لاحظ
وتوفير حسب الحاجة إليها طبعا، اللي عايزها بطلبها بنبعتها له من المخازن مع أقل استثمار. ما معنى كلمة مع أقل استثمار؟ مع أقل استثمار أولا بدك تعرف إنه قيمة المخزون غالبا تمثل ما يقارب 60% من الكلف الكلية. جميل. وبعد ذلك، بعد ذلك بقدر أقول لك إنه ما دام بتمثل 60% أي نسبة عالية، إنه القرار اللي بدنا ناخده حول كمية المواد اللي بدنا نخزنها قرار مهم ويجب أن يدرس بعناية ويتخذ بعناية وبشكل جيد، بحيث تكون هذه الكمية بأقل استثمار ممكن، وفي الوقت نفسه ما دام بأقل برضه مش بأقل بحيث إنك توقف الإنتاج والعملية الإنتاجية وسيرها، إنما في الوقت نفسه بأقل استثمار ممكن، عشان اللي هو ما نجمدش أموال في خزين ونفوت على نفسنا فرصة اللي هو تحريك هذه الأموال والاستثمار فيها بدل ما هي تكون مخزونة. وفي نفس الوقت خد بالك مش لازم أنا إيه اللي هو أقلل في بحد يجعل اللي هو هناك خطر على إيه توقف العمليات الإنتاجية. إذن هي عملية الإيش؟ الموازنة. لا أجيب كمية تكون كبيرة بحيث إنه إنها تحرمني من الاستثمار فيها وإن حاطط مصرية في مخزون وبستفيدش منه إلا وين وين، ولا في نفس الوقت أنا بدي أقلل وأتشاطر على حساب الخزين بحيث إنه بقلل في الأخير السوق أفقد المادة في الأخير، وين المادة اللي بدي إياها مش موجودة، إذا يتوقف الإنتاج وبالتالي تقف اللي هو عملية الإنتاج في المنظمة. كمان أنت بتعرف انه عملية التخزين تمثل عنصر كلفة، تمام؟ معناته مدام كلفة اذا يجب علي ان اخلي هذه الكلفة في اقل مستوياتها ما امكن، لانه اذا انت هذا المخزون زودته بلا داعي فعبارة عن ارتفاع للكلفة، اذا هو عبء على المنظمة، تمام؟ فبتزيد نسبة الكلفة، تمام؟ كلما كان ثمن وحدة الايش الحجم المكعب من المخزون قليل نسبيا. هذه الكلف اللي بنتكلم عليها واللي احنا بنحاول ما تكونش مرتفعة جراء عمليات التخزين تتكون من ايش؟ اول حاجة تتكون من الفوائد على رأس المال المستثمر على شكل مخزون، ثم من انت بدك تجهز مباني واراضي وسائل نقل داخلي ومناولة داخل المخزن، بدك تحرك مثلا هذا تخزن مثلا اجهزة ثقيلة شوية في المخزن بدك تحركها، بدك تجيب المزلقان يرفع منها نودي منها، احيانا جسور، احيانا بدك رفوف داخل المخزن، احيانا سيور معلقة بتحرك عليها المخزون. اذا عمليتك وبالاضافة الى اللي هو بالإضافة إلى أنه كمان هذا المخزن غير مبني وسائل النقل والمناولة، كمان عندك أنك بتوفر في المخزن ظروف الخزن اللي بده يخزن مثلا مواد غذائية، بده يكون مثلا درجة الحرارة مثلا معقولة، ولا إذا كان درجة الحرارة شوية عالية ما تفسد المأكولات مثلا، إضاءة، تهوية، رطوبة، حرارة، كل هذه العوامل بتكون مدروسة ويعني مظبوطة ومدققة على شكل ما يستلزمه أو ما يتطلبه الخزن أو شروط الخزن. إذا المباني وكمان ظروف خزن كلها عبارة عن أنواع تكلفة. كمان في تأمينات على مين؟ على المخزون كله، هذا مصاريف. ثم قيمة التالف والمفقود من المواد. أنت مخزن حاجة تلفت في المخزن بصير، تمام؟ طب هي تلفت إذا مش هتبيعها، إذا عرمي ما دام أنت هتكون مش هتستفيد منها، إذا هو عبارة عن إيش؟ كلف. إذا هذه أنواع الكلف اللي احنا بنتكلم فيها. إذا احنا عملية التخزين في مجملها تمثل برضو ايش؟ عنصر كلفة، تمثل عنصر ايش؟ كلفة، وبالتالي من هان يجب أن تكون الكلفة أقل ما يمكن. طيب إذا يجب أن تكون أقل ما يمكن. كمان من أغراض التخزين أن التخزين هو عبارة عن تلبية لإيه؟ لحاجات المستهلكين والعملاء، أيا كان العملاء نهائي مستهلك نهائي أو يعني اللي هو وسطاء
تهز او ما شابه. طيب التخزين ايش بيشمل؟ اولا التخزين يشمل المواد الاوليه وهيحط عليها واحد. اذا اول شيء بيشمل مواد اوليه اي قبل البدء بالانتاج، فانا بخزن مواد اوليه اللي هتخش تكون مدخلات في نظام بعديها البروسيسنج العمليات ثم المخرجات، تمام؟ لكن في البدايه انا مخزن الماده الاوليه اللي هتكون مدخل، تمام، اي قبل الانتاج. وايضا ايش بيشمل هاي اثنين؟ اذا يشمل ايضا السلع التامة الصنع بعد ما انا ما انتج وطلعت الاوتبوت تاعتي على شكل منتج نهائي، وين بدي اوديه؟ مضطر اخزنه لغايه ما اصرفه او ابيعه. اذا اما مواد اوليه واما سلع تامة الصنع. وهناك تخزين ما بين المرحلتين، ما بين المواد الأولية الواحد وما بين إيش السلع التامة الصنع، تمام؟ كيف هذه بتكون الحالة ما بينهما؟ لما السلعة السلعة تمام أثناء الإنتاج بتمر من مرحلة إنتاجية إلى مرحلة إنتاجية. أحيانا أنت لما السلعة عشان تطلع بشكلها النهائي أو حتى الخدمة عشان تخرج وتخلص وتكون اخذت الخدمه وطلعت، تمام، بتمر من محطه لمحطه. وكانك مثلا تكون عند طبيب العيون، بتلاقي مثلا قبلك انت مثلا بتخش مثلا على طبيب العيون، اولا بدك تروح تفحص اللي هو النظر على الجهاز قديش مثلا قصر طول، بقول لك اللي هو هذه الفتحه وين، هذه فتحه شمال فوق اسفل يمين، فحص النظر. ثم بعد ذلك بتروح على دكتور ثاني اللي هو ربما هو اللي بده يشخص قاع العين وبعدين يحط القطره ويشوف ايش اللي جوه، الطبيب المختص. لكن اول مرحله في دكتور الاولاني، فانت اكثر من محطه للخدمه، فانت رحت على اول محطه ربما تلاقي التكدس، صح ولا لا؟ طبعا مع الفارق انه الخدمات لا تخزن، لكن احنا بس للتشبيه. اذا هذا المنتج في محطه الانتاج قاعد ايه؟ اللي هو قاعد اللي هو في محطة إنتاج قاعد في المحطة الأولى، أحيانا بيصير تكدس. لما بروح على المحطة الثانية بستنى شوية لأنه في تكدس، لما بروح على المحطة الثالثة ربما تكون إيه؟ إذا هذا التكدس هو عبارة عن نوع من الخزن ما بين إيه؟ اللي هو المراحل الإنتاجية. عندما يتم الإنتاج وتكون المخرجات سلع تامة الصنع أو نصف مصنعة، فمش طبيعي ان تبقى دون تخزين. يعني انا عندي اللي هو ايه مخرجات خلصت تامه ومية مية، اذا وين بدي اوديها؟ لازم تتخزن حتى لو لمده بسيطه، تمام، لحين مثلا يطلبوها عشان يسوقوها او يبيعوها للناس اللي اشترتها. لكن اثناء هذه الفتره تحتاج الى تخزين. ربما الانتاج في المصانع مش دائما يعني مستمر، قد يكون انتاج متقطع حسب الطلب وقد يكون انتاج موسمي. يعني بمعنى انا قاعد بانتج منتجات وبحضر حالي، مثلا انا قاعد مثلا اللي هو موسم اللي هو الصيف، هذا موسم مثلا الزواج وبدل العرائس وبدل الرجال وبعض ما شابه وكذا. الان ببدا من الشتاء مثلا، انا بدي اعرف ان مبيعاتي قد تبلغ مثلا 300 الف قطعه، وبالتالي انا ببدا مثلا من قبل الشتاء كمان، ممكن انا مش هبيعها الشتاء. اذا انا اصلا اللي هو منتجاتي موسميه، يعني جزء من العام فيها ببدا ايه اللي هو تصريف هذه البضاعه. طب انا قاعد بجهز حالي وقاعد بانتج من قبل هيك، طب وين اوديها؟ اذا بدي اوديها على المخزن، تمام، لحين ايه ما ياتي ايه اللي هو. طبعا لما كلمه موسميه تشعر انها تتكلم عن مثلا كل 3 أشهر ربعية، أو مثلا كل 6 شهور، خلينا نقول نصف سنة. طيب إذا تكلم عن يعني أنا محتاجها كل نص سنة مثلا، أتكلم عن 6 أشهر خزين. إذا تكلم عن ربعية مثلا في الفصول الأربعة، إذا نتكلم عن مثلا جزء 9 شهور. إذا يعني قصدي مدة الخزين تطول، تمام. إذا ربما حتى لو أنت يعني اللي بتتكلم عن مخرجات سلع تامة الصنع أو نصف مصنعة،
إذا يجب أن تبقى أو لازم تبقى في المخازن أو مش في المخازن حتى لو كانت لفترة بسيطة، فما بالك عندما تكون مدة التخزين طويلة لما بتكون السلع أصلا موسمية. إذا حطوه لمدة الخزن. كمان خلي بالك طلب السلعة يتفاوت من سلعة لأخرى، يعني الطلب على السلعة، هذه السلعة تنطلب مثلا بشكل أكبر من سلعة أخرى أو مقارنة بسلعة أخرى. كمان السلعة نفسها الطلب عليها بيختلف من وقت لآخر، فمن هان بتلاقي اللي هو سلع طبيعتها تصريفها بطيء، تصريفها إيش ماله؟ في بطء. إذن سلع ذات التصريف البطيء فتبقى مدد في المخازن أطول. تمام؟ إذن تلبية طلبات العملاء، طبعا قلنا سواء المستهلك النهائي أو وسطاء، يعتمد على توفر السلعة وقت الحاجة لها. مدام أنا بيعتمد على توفر السلعة وقت الحاجة لها، إذا لن يتم ذلك بدون وجود مخزن يحتفظ بالسلعة، ووجود أيضا نأخذ منها نظام مخازن سليم وكفؤ، اللي بيسموه النظام المخزني السليم والكفؤ الذي يحافظ على هذه السلعة من اللي هو الكثير من الظواهر السلبية. ومن حيث جداول عمليات الصرف والمخازن، ومن حيث ايضا ايه تمام، ومن ايه كمان بالاضافه لنظام مخزن كفو، ومن ايش حيث جدوله عمليات الصرف من المخازن. جميل. من اغراض التخزين ايضا ان التخزين بكون لغرض الحماية من زيادة الأسعار. التخزين إيش بكون؟ لغرض الحماية من زيادة الأسعار. لأنه التخزين أساسا بكون من أجل خفض القيمة. كيف بكون من أجل القيمة وكيف بتم الكلام هذا؟ بتم بكل سهولة. أنا بشتري كميات كبيرة وبخزنها. طب ليش تشتري كمية كبيرة؟ عشان أحصل على خصم الكمية. طيب أنا ليش بقعد بخزن مواد؟ لأنه بشتري بعض المواد لما أحس إنه كمان شوي حترتفع سعرها في السوق، فقبل ما ترتفع وكنوع من التنبؤ بروح وأنا شاريها. إذا أنا تنبأت إنه حترتفع شوي هذه السلعة، فقبل ما ترتفع أو اتوقعت انه حيكون لها ارتفاع او اتوقعت انه حيزداد الطلب عليها، وما دام زاد الطلب عليها اذا خست من السوق، اذا الطلب علي عن العرض اللي في السوق اتوقع ارتفاع اسعار، فانا مضطر كويس اني اشتري المواد عشان ايه اخزنها. اذا انت اشتريت الماده ليه؟ عشان تحمي نفسك من وين؟ من زياده الاسعار. الشراء بكميات كبيره عشان تاخذ خصم كميه، لما تاخذ خصم كميه بينعكس خصم الكميه على السعر اللي انت اشتريته، اذا هو عباره عن ايه؟ حمايه من زياده الاسعار، عشان تاخذ بسعر ايش؟ اقل. طيب كمان بتم المواد الزائده عن الحاجه او مخلفات العمليات الانتاجيه انت بتخزنها. ليه؟ إشي زاد عندك شو بدك فيه؟ بدي ابيعه. بدي ايش اسوي؟ بدي ابيعه، ولما ابيعه معناته دخلنا في ايه؟ في ايرادات، وبعد الايرادات منها حيكون في اللي هو نحسب اذا كان فينا ارباح. اذا برضو تخزين المواد الزائده بيعمل على ايه؟ تحقق الايرادات، وهذا كله انعكست على مين؟ على السعر. كمان من الاغراض ان التخزين بيكون للمضاربه. كيف انا بكون بخزن المواد من اجل المضاربة؟ طيب لما بكون عندي الاسعار تتجه نحو الانخفاض،
إذا الأسعار هتتجه نحو الانخفاض. بعض المنظمات إيش بتسوي؟ تعمل على شراء وتخزين كميات كبيرة من المواد والأصناف، وبتخزنها في المخازن، طبعا شاريها بسعر رخيص. هي تأمل من ذلك إنه شوي بعد شوي يقوم ارتفع سعرها في المستقبل، تمام؟ بعد ما يرتفع سعرها وهي شاريها برخيص، بتقوم مطلعاها وبيعها بالسعر ايش؟ الأعلى، تمام؟ ولما تبيع بالسعر الأعلى بتحقق فرح الفرق ما بين اللي هو السعرين، هي شارية بسعر منخفض، استنت مهلة معينة في المستقبل لأنها متوقع يرتفع السعر، فارتفع السعر، فالآن هي كسبت الفرق بين السعر مباعات وسعر ايش؟ مشترط، وفي ذلك يكون ايش؟ تحقيق للأرباح. لكن هذا الأسلوب اللي بنسميه المضاربة والتخزين من أجل المضاربة، هل له مخاطر؟ طبعا هذا الأسلوب له مخاطر، صح ولا لا؟ وإحنا اتكلمنا في هذا الكلام في الوحدات السابقة، فلا يعني لا داعي أن نكرره، لكن له مخاطر. طيب التخزين لمين؟ للمضاربة. خلصنا من الآن الأغراض، من الأغراض نفس التخزين، التخزين لزيادة خصائص السلع، لأنه هناك بعض السلع بتزداد خصائصها وتتحسن عند تخزينها لفترة معينة. كويس، الموز قلنا بيكون غير ناضج، بنحطه في الثلاجات، بوشوا عليه بعض الغازات يعني إذا كان موجود الكلام، ثم ينضج خلال فترة خزنه. إذا بدل ما كان موز أعجر أخضر ما بتاكلش، لو نزلته على السوق ما حد بيشتريه، أصبح موز الكل بيرغب فيه. لو شفت الخشب لما أنت بتشتريه بكون خشب أخضر، بيسيبوه فترة حتى يجف ويطلع منه اللي هو المية، فتزداد قيمة الخشب. طيب ايش اللي زود قيمة الخشب الاخضر؟ انه نشف. اذا طب كيف نشف؟ انوضع في المخازن لغاية ايش؟ وربما جرت عليه بعض المعالجات عشان اكون انا واضح، لكن لغاية إيه؟ انخزن في الاخير، فلما انخزن عليت قيمته عن طريق اللي هو القيمة الانتاجية له عليت عن طريق انه احنا خزناه. اذا هناك من اغراض اللي هو الاغراض التخزين، التخزين انه التخزين يكون لزيادة خصائص السلع. الآن أعزائي الطلبة نناقش موضوع آخر، الأضرار الناتجة عن إهمال التخزين. الأضرار الناتجة عن إهمال التخزين، أولا التخزين ينظر إليه بأنه تعطيل لجزء من رأس المال، تعطيل لجزء من رأس المال طبعا خاص بالمنشأة في شكل مواد وسلع انت اشتريتها وخزنتها. لذلك يجب ومن الأهمية بمكان دراسة حجم المخزون اللي أنا بدي أخزنه، كمياته ومستوياته، وإلا إذا إحنا يعني ما اهتمناش بدراسة الكميات اللي حجم المخزون اللي إحنا بدنا نخليه في مخزننا، معناته أنت بتزيد في تعطيل اللي هو رأس المال بشكل واضح. اذا انت يعني من التخزين، التخزين بينتج عنه عن الاهمال، يعني الاهمال في التخزين وبدراسة الحجم بينتج عنه الاتي: اذا انت اهملت دراسة حجم المخزون، اذا انت اهملت دراسة حجم ايش؟ المخزون، ايش بصير؟ بصير اما هتلاقي عندك زيادة في حجم المخزون عن المطلوب او عن اللازم، وهذا حتما هيكون له اثر على بنود الانفاق، لانك بتستقطع جزء من الاموال المخصصة لها. وقد تضطر المنظمة عشان انت عملت هيك انها تروح متجهة الى ايه؟ الى الاقتراض. والاقتراض ايش بتبعه يا شباب؟ فوائد، تمام؟ والفوائد معناته انت بتقطع جزء من ايش؟ من ربح المنظمة، وبتضيع على نفسك فرص
تمام، بالإضافة أن هناك كمان مع زيادة حجم المخزون عن اللازم قد يكون هناك مشكلات أخرى اللي هي زي مشكلات تقادم المخزون ومخاطر الاحتفاظ به. إذا أنت ما اهتميتش بدراسة حجم المخزون ومستوياته، توقع واحدة من المشكلات يصير معك الآتي: يكون زيادة في حجم المخزون عن اللازم مما يؤثر على بنود الإنفاق، لأنك بتستقطع جزء من الأموال المخصصة لها وقد تضطر إلى الاقتراض، معناته في فوائد تتحملها، معناته هذا إيش؟ وهذا بعاكس أو إيه، بيكون يعني تأثيره معاكس أو عكسي على الربح. بالإضافة إلى كمان إنه مشكلات تقادم المخزون ومخاطر الاحتفاظ به أنت ممكن تواجهها لو كان في عندك زيادة في حجم المخزون. لو ما درستش حجم المخزون كمان ممكن تكون أنت أمام حالة تانية، هي حجم اللي هو انخفاض حجم المخزون عن اللازم. وبالتالي ما دام حجم المخزون انخفض عن المطلوب، انت مضطر تعوض. انت عايز كمية مواد ومستلزمات، ما عندكش، انخفض حجم المخزون ما عندكش، وبالتالي تضطر المنظمة لاتباع اسلوب شراء سريع عشان ايش؟ تروح تجيب المواد. اذا تضطر المنظمة لاتباع الشراء السريع، ليه؟ عشان ما توقفش انتاجها. طيب لما انا اجي كمنظمة واشتري بطريقة سريعة، تمام، طبعا اتوقع لا حيكون عندك قدرة بالمفاوضة ولا قدرة على مفاضلة بين موردين، ولا حتى ربما يكون اللي هو عندك قدرة على اللي هو انك تجيب اسعار يعني زي ما بدك منخفضة، لانك انت يعني محتاج بسرعة، والسرعة عامل بدكاش الراحة في انك تختار المورد والسعر وباقي الايه يعني الاشياء الاخرى اللي احنا شرحناها قبل هيك، وبالتالي هذا حتما منعكس على ايش؟ على الارباح. اذا هي اول الاضرار، اللي اضرار التخزين اللي بتكون هي عباره عن ايش؟ تعطيل لجزء من رأس المال، واللي اذا انت ما اهتمتش فيه بكون عندك انت امام حالتين: الحاله الاولى زياده في حجم المخزون عن اللازم، تمام، والحالة الثانية انخفاض حجم المخزون عن اللازم، وشفنا ماذا يترتب عنه من ايش؟ من آثار. طيب الشيء الثاني من الأضرار انه التخزين هو عنصر، قلنا ويعني استفدنا في ذلك انه يمثل عنصر كلفة. شو معنى الكلام؟ انه كل ما بتزيد المخزون وحجمه عن المطلوب، اذا انت بدك مال اولا، وبدك مساحات تخزينية كمان اضافية، تمام. ما دام بدك مساحات تخزينية اضافية، اذا عندك الكلف الادارية حتزيد، بدك حراس يحمل المخزن، بدك إضاءة للمخزن، بدك تأمين على المخزن، بدك عاملين ينقلوا أو وكذا، تمام، بالإضافة لمخاطر تتعلق بالتلف للمخزون، وهذا كله حيأثر على كلف إيش؟ اللي هو كلف إدارية تؤثر على الكلفة النهائية إيش للتخزين، وبالتالي على ربحية والأرباح تاعت المنشأة أو المنظمة. طيب النقص المخزون قلنا مرارا أنه عبارة عن توقف الإنتاج، تمام، يعني كلفة توقف الإنتاج. طيب أنا عندي نقص المخزون، كويس، إذا أنا مش هنتج هتوقف، يبقى أنا عندي اللي هو تكاليف ثابتة من آلات وغيره وأراضي وكذا قاعد بتحملها وبنتجش. شوف عالتخيل، يعني آلات واقفة عندي وشريها بمليون دولار، واليوم ما انتجناش وبكره ما انتجناش وبعده ما انتجناش، فكان مفروض لما بيصير انتاج انه التكاليف الثابته تتحمل عليه على الانتاج، وبالتالي انت هيك هتحمل تكاليف ثابته، وفي نفس الوقت انت الانتاج عندك متعطل، اذا معناه نقص المخزون بيعني ايش؟ كلفه. كمان من اضرار اهمال التخزين انه التخزين هو مجموعه من الاجراءات، تمام، التي تنعكس على استخدام دورة مستندية، مظبوط؟ طيب إذا الإهمال في التخزين يترتب عليه يعني إهمال استخدام المستندات وإيش والسجلات، أو يترتب عليه إيش؟ عدم دقتها.
لا، السجلات اللي متكلم عنها، السجلات بتعبر بشكل واضح عن الوضع الحقيقي للموجود في المخازن، وبالتالي هي مصدر للمعلومات، بتقول لك من خلال السجلات ايش اللي عندك، تديك الواقع بتاع اللي هو ايش المواد والمستلزمات وموجودات المخازن، وبالتالي هي مصدر مهم للمعلومات. طب انت اهملت هذه السجلات، فان الاهمال بها حتما سيضر بالمنظمة ضررا كبيرا. تمام. اذا لانه التخزين مجموعة من الاجراءات في دورة مستندية، فانت لما تهمل في التخزين بترتب عليه اهمال هذه المستندات، اللي هذه المستندات هي عبارة عن مصدر للمعلومات التي تعطيك اياه كمسؤول عن الموجودات اللي في المخازن، وبالتالي لما انت مش مهتم بهذا الكلام وهذه المعلومات، اذا توقع ان يكون في ضرر ويعني يقع على المنظمة. من الاضرار الناتجة عن اهمال التخزين اللي هو انه التخزين ما هوش لوحده، انما التخزين كوظيفة بيرتبط بعلاقات وطيدة مع الوظائف والادارات داخل المنظمة. هذا شيء يعني باي ديفولت معروف، انه التخزين بيرتبط بعلاقات متشابكة مع الادارات والوظائف الاخرى في المنشأة اللي احنا بنشتغل فيها. فإذا انت اهملت وظيفة التخزين، فحتما لوجود العلاقات والارتباطات بين التخزين وغيره من الادارات، ستتأثر الادارات الاخرى تمام باهمال في التخزين، وايضا المنظمة ككل وعلى مستوى وحدة الكل والمنظمة ستتأثر. هذه هي عبارة عن اللي هو الاضرار الناتجة عن الاهمال في التخزين. نأتي الآن إلى اختصاصات إدارة المخازن. إدارة المخازن تتولى مجموعة من الاختصاصات الهامة. هذه الاختصاصات بتختلف من منظمة لأخرى، وهذا الاختلاف يتوقف على إيش؟ على طبيعة عمل كل منظمة، وعلى خطط كل منظمة، وعلى كيف كل منظمة هيكلها التنظيم، وكيف بتوزع الاختصاصات بين الإدارات عندها. تمام؟ لكن بشكل إجمالي اختصاصات إدارة المخازن هي: 1. استلام المواد. الاستلام يعرف أنه قبول المواد والمستلزمات التي تأتي للمنشأة. تمام؟ هاي معنى الاستلام، إن أقبل المادة اللي جاية. طيب مين اللي بيقوم بالاستلام؟ قسم متخصص بالاستلام بيكون ضمن إدارة المخازن، يعني كان المخازن على مستوى إدارة عامة، إذا بيكون مثلا دائرة الاستلام أو قسم الاستلام. بيجي العاملين في هذه الإدارة بيقوموا باستلامها للمواد بشكل مؤقت. بشكل إيش؟ مؤقت. كيف يعني بشكل مؤقت؟ يعني بيقوموا مثلا عادين الكمية، عد بشوف من حيث العدد، من حيث العدد. تمام تمام طيب الوزن مثلا تجبين على مثلا 20 طن. تمام تمام أو القياس، يعني بتم فحصها بشكل ظاهري ومطابقتها مع ما هو مرفق من القوائم اللي جاية مع الشحنة. تمام. ونشوف مثلا اذا كان القوائم بتقول والله احنا المفروض نستلم مثلا 10 طن، طلعنا وزننا قلنا 10 طن، الحمد لله خلاص تمام. اذا كان مثلا العد مثلا احنا بدنا مثلا 200,000 وحده في القوائم المرفقه مع الشحنه، اذا احنا عديناها طلعوا 200,000. غالبا بسمى ايش؟ فحص ظاهر. الشحنات تقسم الى 4 اشياء. الشحنات تقسم الى 4 حاجات اللي احنا بنستلمها. إذا الشحنات التي إحنا بنستلمها تمام إلى تقسم إلى 4 أقسام. شحنات جاية من موردين خارجيين، إحنا شاريين منهم مورد خارجي فإحنا بنستلم منه. شحنات جاية من مخازن أخرى للشركة، ما هو الشركة مش شرط يكون مخزن يعني واحد مركزي، ممكن يكون المركز وله فروع. أو شحنات مرتجعة من إدارة الإنتاج، يعني أنا مثلا مخزن وديت إدارة الإنتاج ورجعت لي قالت لي هذول يرجعوا مثلا فيهم خلل، هذول مثلا اللي هو فيهم عيوب، هذول مثلا إلى آخره. إذا في شحنات جاية من إدارة الإنتاج، أو حتى سلع إدارة الإنتاج مثلا بدها تخزنها خلاص انتهت منها
وصنعتها او اصبحت تامة الصنع او شبه مصنعة، بتقول لي خزنها الحين ايش الطلب او البيع فيها. ثم ممكن يجيني كمان اللي هو شحنات من ادارات اخرى، تمام، كمخلفات لايش؟ للانتاج، كمخلفات لايش؟ الزيادات يعني. اذا اول اختصاص هو استلام المواد. ولاحظنا انه في استلام المواد تم فحصها بالعد والوزن والقياس او ما سميناه بالفحص الظاهري. تاني خطوة من الاختصاصات تاعت إدارة المخازن إنها تفحص المواد. وما دام تفحص المواد، إذا بعد ما أستلم المادة أو المستلزمات تبدأ عملية الفحص الدقيقة، تبدأ عملية الفحص إيش؟ الدقيقة للمواد اللي أنا استلمتها. أحيانا بيكون هناك قسم برضو خاص بالفحص، بسموه قسم الفحص، خصوصا لما يكون المنشأة كبيرة في الحجم، وبالتالي يستوجب أن يكونها في الهيكل التنظيمي قسم لوحده يعنى بالفحص، تمام. وقد يكون مثلا لا، عملية الفحص قسم الاستلام نفسه، فبنسميه هنا هو استلم المواد في الأول فحص فحص ظاهري، وكمان من وظائفه أن يكون اسمه الاستلام والفحص، يعني بيكون مدموج في قسم واحد، خصوصا أن يكون إيش المنشأة في هيكلها التنظيمي هي منشأة صغيرة الحجم، وبالتالي مش محتاج أن أنا أعمل قسم فحص وكمان قسم استلام، خلاص قسم الاستلام والفحص. لكن في المنشآت الكبيرة ممكن يكون هذا قسم وهذا قسم. بالعموم احنا في الأخير حنشوف يعني انه احنا استلمناها وفحصناها ظاهريا، ثم بعد ذلك يتم بعد الاستلام هذا الفحص بدقة، تمام. لما اجي افحص بدقة غالبا ما يكون في عندي مندوب عن المورد موجود، غالبا ما يكون ايه مندوب عن المورد اللي مورد لي المستلزمات هذه موجود، تمام. طيب انا بفحص بدقه ليه؟ لانه لما انا بفحص بدقه بدي احدد قديش كميه المواد اللي تلفت جراء عمليه نقلها، هذه انكسرت، هذه وقعت، تمام. اذا لما انت تفحص بدقه، اذا انت بتشوف كميه التلف نتيجه النقل، كمان العجز الذي يظهر مقارنة مع الكميات الجاية في أمر الشراء. يعني أنا مثلا لقيت مثلا اللي هو في عندي عجز، يا عم العدد أقل 19، فالفحص بدقة بجيبه بكشفه. كمان عملية الفحص بدقة بتبين أي اختلافات في الأحجام والأوزان وما شابه، تمام، وبتبين كمان الاختلافات اللي إيش فيما يتعلق بالجودة. لو عملنا مثلا فحص مثلا مخبري دقيق على نوعية المادة هذه، بنقول لا هذه فيها خلل كذا، هذه الحمض فيها زايد، تمام، أو ما شابه في ذلك. إذا أنت في عملية الفحص بتشوف كمية التلف اللي حاصلة جراء النقل، عجز نتيجة مقارنة الكميات مع أمر الشراء، الاختلافات اللي بتظهر في الوزن أو الأحجام، اختلافات اللي بتظهر نتيجة الفحص بالنسبة لبعض السلع اللي تحتاج إلى فحوصات دقيقة مخبرية وهكذا. طيب بعد ما فحصنا المواد، ايش من اختصاصات اداره المخازن؟ توصيف المواد وتبويبها وترميزها. توصيف المواد وتبويبها وترميزها. ما دام توصيف المواد، شو يعني توصيف؟ هو يعني اعطاء مواصفات خاصه لكل ماده موجوده في المخزن، اعطيها مواصفات، اوصفها، اوصف الشيء. وعشان اوصفها بدي اسجل الكلام في سجل بكتب فيه المواصفات، تمام؟ سجل بكتب فيه مواصفات كل مادة، هذا اللون هكذا، هذا شكلها كذا إلى آخره. ويعتمد هذا السجل ويعتمد في أعمال الاستلام والمناولة والصرف. هذا السجل اللي هو إيش ماله؟ يعتمد عليه في أعمال الاستلام والصرف والمناولة أرجع له. مين اللي بيقوم بالتوصيف؟ إدارة المخازن، وممكن يقوم معاها إدارة المخازن مع إدارات أخرى زي اللي هو مثلا اللي هو يعني دائرة التصميم، دائرة التخطيط، دائرة المشتريات، تقوم وهي إيش مشتركة مع إدارة المخازن في توصيف هذه المواد. كمان عملية التوصيف إيش معناها؟ تسهل مهمة تخزين المواد وتداولها. إذا كان تاني، عملية التوصيف تسهل عملية النقل، عملية التوصيف تسهل مهمة التخزين المواد
وكمان تؤدي للتحقق من صلاحية استخدام المواد ومدى ما تتحمله أثناء عملية النقل والشحن والتخزين والتفريغ. عملية التوصيف بتسهل مهمة التخزين للمواد، وبالإضافة إلى ذلك تؤدي للتحقق من صلاحية استخدام المواد ومدى تحمل المواد لعمليات النقل والشحن والتخزين والتفريغ. ما المقصود بالتبويب؟ التبويب معناته فرز الأنواع المتشابهة من المواد أو المواد المتقاربة، تمام، ونحطها في مجموعات ثم نقسمها إلى مجموعات ثانوية. يعني المجموعات الرئيسية يتفرع منها مجموعات ثانوية، بس على إيش؟ على أسس منطقية منها التشابه أو التكامل أو التقارب، فأنا ببوبها. ثم معنى الترميز لما بقول إنه من اختصاصات إدارة المخازن التوصيف وعرفناه، والتبويب وعرفناه، والترميز. الترميز هو أسلوب لتمييز المواد لأغراض التداول الداخلي، بستخدم فيها الحروف والأرقام، وحنمر معانا هذه بتفصيل بطريقة نظامية دقيقة مختصرة. طيب، من أيضا من اختصاصات إدارة المخازن الاحتفاظ بالمخزون وتحقيق الوفورات. الاحتفاظ بالمخزون وتحقيق الوفورات. من المعلوم انه المسؤولية الاولى لإدارة المخازن تتمثل في الاحتفاظ بكميات مناسبة من المخزون عشان الانتاج، تمام؟ هذه الخدمة التي تقدمها المخازن لإدارة الإنتاج، يجب هذه الخدمة أن تتم بطريقة اقتصادية تحقق وفورات للمنظمة أو المنشأة. وكمية المخزون يجب أن تكون في الحدود الأدنى أو الدنيا المطلوبة، لأنه لما أنا بخليها في الحدود الدنيا هذا بينسجم تماما مع مفهوم تحقيق وفورات لإيش؟ للمنظمة. إيش بيعني ذلك؟ بيعني تخفيض المبالغ المستثمرة في المخزون، وبالتالي تخفيض كلف اللي هو إيش؟ الخزن أو المخزون، وكذلك تقليل احتمالات الإصابة بالتلف للمواد أو المخزون أو التقادم وغيرها من إيه؟ من المخاطر. من ناحية أخرى، الزيادة في كميات المخزون بالتأكيد هي خدمة جيدة لاحتياجات الإنتاج والإدارات دون خوف من أن ينقص المواد أو تنفذ الكمية، ولكن هو على اليد الأخرى هو استثمار كبير وكلفة في الخزين والمخاطر اللي تكلمنا عنها. لذا في النهاية يجب الموازنة بين هذين المفهومين، اللي هو كيف انه لازم اعيد النظر باجراءات التخزين واساليبه بين فترة واخرى للتأكد من اننا نعمل بطريقة اقتصادية تحقق وفورات للمنشأة، وبالعمل على تخفيض النفقات ما امكن ذلك، ومن هيك احنا بنحقق هذه الوفورات. يبقى انت مسؤوليتك الاحتفاظ بالمخزون وتحقيق الوفورات، مسؤولية تتمثل مسؤولية المخازن بالاحتفاظ بكمية مناسبة بالمخزون لمواجهة الانتاج، تمام، وقلنا هذه الخدمة بتقدمها ايش؟ المخازن لإدارة الانتاج. لذلك يجب ان تتم بطريقة اقتصادية بتحقق الوفورات الكبيرة للمنشأة، وبالانسجام مع هذا المفهوم فكمية المخزون لازم تكون في حقوق في حدودها الدنيا، تمام، وبالتالي هذا تأكيد على تخفيض المبالغ المستثمرة في المخزون، وبالتالي ايضا كلفة الخزين وتقليل احتمالات التلف وايه والتقادم. من الناحية الثانية، هذه الناحية الأولى، من الناحية الثانية فإن الزيادة في كميات المخزون معناه تقديم خدمة جيدة للإنتاج، هذا صحيح عشان مش هينفذ عندنا الكمية، ولكن في نفس الوقت في عندنا مشكلة إنه بنستثمر مبلغ كبير أو مبالغ كبيرة في المخزون، وبالتالي في عندنا كلفة وتحمل مخاطر. طب إيش الحل؟ الموازنة بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، تمام؟ طيب،
كمان من اختصاصات إدارة المخازن اللي هو المحافظة على المخزون. يعني مسؤولية جهاز أو إدارة التخزين، المسؤولية الأولى مش الاستلام والفحص والاحتفاظ بالمخزون، هي من مهامها، لكن المهمية الأساسية اللي بدونها ما بتكونش هناك مخرجات كويسة للتخزين أو جيدة للتخزين، هي كيفية المحافظة على المخزون. كيفية المحافظة على المخزون. وقد تختلف طبيعة المنشآت بالذات، يعني تختلف طبيعة المنشآت بالذات المنشآت الصناعية بشكل خاص فيما يتعلق بنوعيات المواد والمستلزمات التي تحتاجها، تختلف إليها حسب طبيعة نشاط المنشأة. إذا ما دام في اختلاف في طبيعة نشاط المنشآت، وقلنا في عندنا منشآت صناعية بالذات فالاختلاف وارد جدا في نوعيات المواد والمستلزمات، إذا طبيعي جدا أن تختلف نوعيات المواد. فبتلاقي ممكن تكون مواد عبارة عن منتوجات زراعية بنستخدمها كمواد أولية للتصنيع، تمام؟ وهذا قلنا طبيعي انه يكون في اختلاف في نوعية ايش؟ المواد. فقلنا ممكن تلاقيها مواد على شكل منتجات زراعية بنستخدمها كمواد أولية للتصنيع، وقد تكون مواد صلبة أو سائلة. طيب بغض النظر يعني، ولكن ومهما كانت طبيعة المواد، فالمحافظة على هذه المواد سواء كانت مواد زراعية تستخدم كأولية في التصنيع أو مواد على شكل صلبة أو مواد على شكل سائل، فإن ومهما كانت هذه الطبيعة للمواد فالمحافظة عليها لحين ما أطلبها هي إحدى الاختصاصات الجوهرية لإدارة المخازن. طيب عشان احافظ على المخزون والمواد انا كاداره مخازن، هذا بيحتاج مني لتهيئه ظروف مناسبه للتخزين. هذه الظروف تهويه، اضاءه، تكييف، حراره، بروده، حمايه من التلف الى اخره. اذا هذه لازم تكون موجوده عندك. كمان اداره المخازن وكجزء من المحافظه على المخزون لازم عليها أن تعتني بمناولة المواد داخل المخازن. مدام تعتني بالمناولة، إذا بدك وسائل نقل ومناولة داخلية ما تضرش في إيش؟ في المادة المخزنة، ما تضرش في المادة المخزنة وتجنبنا إيش؟ وتجنبها الأضرار، وتجنبها إيش؟ الأضرار. طيب من اختصاصات إدارة المخازن الرقابة على المخزون. والرقابة على المخزون هي وسيلة، هي الوسيلة التي يمكن من خلالها توفير وتدبير المواد بالكميات المناسبة وفي الوقت المناسب والمكان المناسب حسب احتياج المنشأة. إذن الرقابة هي وسيلة، من خلال هذه الرقابة بنوفر المواد المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين وبأقل كلفة ممكنة. الرقابة على المخازن موضوع مهم ويجب الاهتمام فيه وبشكل يعني جدي، تمام؟ لأنه هناك منظمات تفشل في الحصول على الأرباح وفي تحقيق وفرات وخلافه بسبب فشلها في الرقابة على المخزون، أي أن الفشل في الرقابة على المخزون، تمام، قد يؤدي إلى فشل في الحصول على الأرباح وفشل في تحقيق الوفرات. لماذا؟ لأننا فشلنا في الرقابة على المخزون. طب ماذا تتضمن وظيفة الرقابة على المخزون؟ تتضمن عدة نواحي، اولا الرقابة على المخزون تتضمن تقدير الاصناف والانواع اللي بدنا نخزنها او الواجب تخزينها. اثنين تحديد الكميات من كل نوع. ثلاثة تنظيم استلام المواد الداخلة الى المخازن.
أربعة، الرقابة على المخزون تشمل أو تتضمن تنظيم العمليات الخاصة بعملية صرف المواد من المخازن إلى الإدارات الأخرى. من اختصاصات إدارة المخازن أيضا الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المخزنية. يبقى من الاختصاصات التي تتولاها إدارة المخازن هي الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المخزنية. لماذا أو ليش؟ لغرض أو بهدف حصر الموجود في المخازن، وعشان تعرف حركة كل صنف، مين طلع مين انطلب مين ضل، تمام، بسموها معرفة حركة كل صنف ومعرفة رصيد كل صنف ومعرفة الأرصدة يعني، واكتشاف العجز، تمام، وبالتالي نعرف لماذا العجز، معرفة أسباب هذا العجز في هذه الأصناف. يعني الاهتمام بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المخزنية بيختلف بالطبع من مؤسسة إلى أخرى، تمام، لأنه كل مؤسسة طبيعة نشاطها مختلفة، أحجامها، الأصناف اللي بتستخدمها وعددها في المخازن تختلف من منظمة إلى أخرى. لذلك بقدرش أقول لك لا يمكن أصمم لك مستندات وسجلات تستعملها جميع المنشآت، لأنه قلنا كل منشأة تختلف من حيث الحجم وعدد الأصناف والطبيعة. لذلك تمام كل منشأة تحتاج إلى أنواع معينة مختلفة من إيه؟ يعني من السجلات والمستندات. هذه الأنواع اللي بتكون تتلائم مع طبيعة المنشأة ونشاطها وعدد الأصناف التي تتداولها في المخازن. المستندات والسجلات المخزنية تهدف إلى تحقيق شوية أهداف. هذه الأهداف اللي بتحققها المستندات والسجلات هي ضمان تدفق المواد من المخازن بانتظام دون أن يحدث خلل ناتج عن النقص في أي صنف من الأصناف إيش المواد. إذا ضمان تدفق المواد من المخازن بشكل منتظم دون حدوث خلل ناتج عن النقص في أي صنف من أصناف المواد. 2، معرفة الرصيد لأي صنف من الأصناف عندما إيش يطلب دون إنه أرجع أجرد، يعني دون اللجوء إلى إجراءات الجرد، على طول بعرف الرصيد من خلال إيش المستندات والسجلات المخزنية. 3، التعرف على الأصناف بطيئة الحركة في التصريف الراكدة. ليش؟ عشان أعمل على معالجتها، ليش هي راكدة هذه الأصناف. 4، اللي هو توفير المعلومات لإدارة الشؤون المالية عندما تحتاجها، لأنه الشؤون المالية قلنا لها علاقة وطيدة بالمخازن وبالمشتريات. والأخيرة هي عملية تسهيل معرفة الكميات والأنواع في حالات السرقة والاختلاسات أو حدوث مثلا حرائق. بعرف الكميات الأنواع اللي تم انسرقت اللي اختلست من خلال أو تم انحرقت أو كذا، من خلال إنه أنا عندي قديش أصلا أنا عندي الموجود بالمستندات والسجلات. كمان من الاختصاصات اللي هو حسابات المخازن. في حسابات المخازن يتم قيد جميع مستندات الاستلام والصرف، وببين قيمة الأصناف بالثمن، تمام. طب مين بتولى هذه المهمة؟ أحيانا اللي بتولى في بعض المنشآت تتولى هذه المهمة حسابات المخازن إدارات الحسابات أو الإدارة المالية في المنظمة. إذن حسابات المخازن بتم تقييد بها جميع مستندات الاستلام والصرف مع بيان قيمة الأصناف بالثمن، وفي بعض المنشآت قلنا تتولاها إدارة الحسابات أو الإدارة المالية في المنشأة. كمان من الاختصاصات إدارة المخازن صرف المواد، وقلنا تتمثل مخرجات النظام المخزني بصرف المواد من المخازن إلى الجهات اللي تطلبها وفي الوقت المناسب بالشكل اللي بيساعد في تنفيذ جميع الأنشطة في المنشأة أو المنظمة بشكل كفو. وفق هذا المفهوم فإن المخازن تتلقى طلبات، تمام، التجهيز من الأقسام والإدارات المختلفة في المنظمة، جاهزين أنا عايز كذا وكذا. إذا تتلقى المخازن طلبات تجهيز من الإدارات الأخرى، حيث تقدم هذه الطلبات ويتم الصرف بالمواصفات المحددة في الطلبات. في بعض الأحيان يتطلب الأمر القيام بتعبئتها، وهنا لابد إلا أن أقول لك
إلى أن هناك دور مهم لوسائل المناولة الداخلية والنقل الداخلي في تسريع عمليات الصرف، خصوصا عندما تكون الطلبات كثيرة وبكميات إيش كبيرة. إذن وسائل المناولة الداخلية والنقل الداخلي لها دور مهم في تسريع عمليات الصرف، خصوصا لما يكون المطلوب من مخازن كمية كبيرة، تمام؟ وبالتالي أصلا المخزن شغلته أنه يصرف هذه المواد المطلوبة وهي موجودة في المخازن إلى الجهات الطالبة في الوقت المناسب دون إيش إبطاء، دون إيش إبطاء. إلى هذا الحد اللي هو يعني تنتهي المحاضرة اليوم، على أمل اللقاء إن شاء الله في المحاضرة التالية لاستكمال اللي هو الفصل الخاص بإدارة المخازن. آمل منكم اللي هو الدراسة وفتح الموقع الإلكتروني ورؤية النشاطات وحل الواجبات والتواصل معي ومع زملائكم عبر اللي هو بوابة النقاش أيضا ما أمكنكم ذلك. وفي الختام أدعو لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.